الفجر بصحى على صوت الأذان، أصحي مامتي وبابا وأختي وأجري أتوضأ أوام أوان، بنوى أصلي بقلبي واحدة أول ما أسمع القرآن، بعد ما أصلي أختم صلاتي وأذكر وأسبح كمان، الذكر يريح فؤادي ويهدى بالي مهما كان، بالصلاة وبالذكر يومي يحلى ويموت الشيطان. قوم يا مسلم ارمي حملك، دي الصلاة هي الأمان، والذكر يريح فؤادك والجنة مكانك كمان، الذكر يريح فؤادك والجنة مكانك كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من حكاوي أمان، المعلومة والفكرة والغنوة والضيف الجميل والأطفال اللي كلها مواهب. عنوان حلقتي النهاردة اقرأ وارتقي. اقرأ كلنا عارفينها، ارتقي كلنا محتاجينها، عايزين نرتقي بأولادنا بالبذرة اللي احنا بنزرعها من الصغر وعايزينها لما نكبر تكون أحسن حاجة في الدنيا. أنا عايزة ابني في الحضانة، لأني دايما بتكلم عن الحضانة، بتكلم عن مرحلة الطفولة المبكرة، عايزة أقدم له كل اللي ينفعه ويفيده ويكون لي شخصيته، لأن شخصية الطفل بتتكون في مرحلة الطفولة المبكرة بنسبة 75%، ودي نسبة كبيرة جدا، يعني 75% هزرع في الحضانة. عشان كده لازم أنتقي وأختار حضانتي برعاية شديدة. رحبوا معايا بضيفة النهاردة أستاذة رشا أحمد، مديرة حضانة اقرأ للغات. أهلا بيكي، مبسوطة إن أنت معايا النهاردة، مبسوطة بأصحابي الحلوين، أهلا بيكم منورين حكاوي أمان. احنا معانا أول فقرة النهاردة هي القرآن الكريم، أحب إن احنا نبدأ أولى فقراتنا بالقرآن الكريم مع الطفلة مين؟ رحمة. رحمة يلا يا رحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، والآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فضلا، أن جعلك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، وأما الذين فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، أما بنعمة ربك فحدث. الله اللهم بارك على الجميلة رحمة، ربنا يحفظك ويحفظ أطفالنا جميعا ويرزقنا جميعا يا رب العالمين حفظ القرآن الكريم. أستاذة رشا عايزة أسألك سؤال مهم جدا، لو انتي مش معلمه معايا النهارده انا هعتبرك ام، لو انتي ام وعندك طفل محتاج يروح الحضانه، ايه هي المواصفات اللي تحبي انها تكون موجوده في الحضانه اللي عايزه ابن حضرتك يكون فيها؟ المواصفات اللي تكون في الحضانه ان يبقى المكان امن، يبقى جامع ما بين الترفيه وما بين القران وما بين التعليم وما بين التربيه. انا عايزه ابني يروح مكان يتعدل سلوكه. يعني يبقى يعني الطفل يحس فيه بالامان. طيب اعتقد ان انا كمان كأم احب ان انا اشوف في الحضانه اللي ابني هيكون فيها كل اللي الاستاذه رشا قالته، وازود على كده يا جماعه الامان والحب، لان معلمه رياض الاطفال هي ام بديله. يعني ايه ام بديله؟ يعني هي زي الام بالظبط، والحضانه هي البيت الثاني لكل الاطفال. مش بس كده، انا عايزه اقول ان الطفل عندي في الحضانه بيقعد معايا اكتر ما بيقعد مع مامته، بياكل ويشرب ويتعلم ويتعلم سلوكيات ويتعلم اخلاق ويتعلم دين معايا. ممكن مامته تقول لي يا بس اماني ده يا دوب جه الحضانه كل ونام، فهو بيقعد معايا انا اكتر ما بيقعد مع امه، فانا اللي اقدر اساعد في تكوين شخصيه الطفل دوت. 75% مس رشا انا وبنتي وكل معلمات رياض الاطفال اللي بتتفرج علينا بتساعد في تكوين شخصيه الطفل دي. ايه الحاجات اللي ممكن تكون انت بتقدميها في حضانتك بتخدم الاطفال وتفرح ولي الامر؟ الدايره الصباحيه دي مهمه جدا جدا عندي. دي بتخلي الطفل يصحي مامته من الفجر، يبقى عايز يجي الحضانه من الفجر، يبقى صاحي من الفجر عايز يجي الحضانه عند حضرتك. يوم الاجازه مش مصدق النهارده اجازه، لا انا عايزه اروح الحضانه. يوم الجمعه يوم السبت عندي اجازه، لا انا عايزه اروح الحضانه. اولياء الامور يكلموني هم مش مصدقين، طب ابعت لنا فويس ان هو حب النهارده اجازه، حب المكان من اول مره. بالحنيه بالطبطبه، ساب مامته في البيت ولقى مامته هنا في الحضانه، اهم حاجه. جميل. طيب انتم مجهزين حاجه من الدائره الصباحيه سيركل تايم اللي بنعملها الصبح في الحضانه؟ اصحابي الحلوين بتحبوا الصبح مس رشا لما بتجي لكم كده تقعدوا في شكل دايره وتغنوا وتقولوا حاجات حلوه مع بعض؟ بتحبوا الموضوع ده؟ طب انتم مجهزين ايه تقولوا؟
يعني اغنيه ايه يا مستر شاهين؟ دادي فينجر. دادي فينجر. اه الدائره الصباحيه دي يا جماعه بتكون بالانجلش وبتكون بالعربي، ينفع نصب على اولادنا الصبح باستخدام وسيله جميله جذابه بتخلي الطفل مستمتع ومبسوط جدا. احنا اطفالنا الحلوين هيسمعونا دادي فينجر. يلا 1 2 3 دادي في الكار دادي ويل ار يو هيرويا هيرويا هاو دو يو دو مامي فينجر مامي فينجر ويل ار يو هيرويا هيرويا هاو دو يو دو بلازر في الكار بلازر ويل ار يو هيرويا هيرويا هاو دو يو دو سيستر فينجر سيستر في الكار ويل ار يو هيرويا هيرويا هاو دو يو دو بيبي فينجر بيبي فينجر ويل ار يو Here I am, here I am, how do you do? شطار، برافو عليكم. انتوا بتحبوا الاغاني الحلوه الجميله دي؟ بتحبوا كل يوم تعملوا سيركل تايم؟ بتحبوا حضانه اقرا للغات؟ بتحبوها جدا؟ بتحبوا مس رشا؟ انا بحييكي والحب طبعا واضح جدا. عايزه اسالك، كتير بيجي لنا حالات صعوبات تعلم في الحضانه، ويجي لنا تعديل سلوك، ويجي لنا اطفال متاخره في الكلام. تقول لي الدكتور بتاع التخاطب قال لي ودي ابنك حضانه كويسه، هل انت استقبلتي حالات تاخر كلام او صعوبات تعلم؟ كتير. تمام ما شاء الله. احسن حاجه كانت بتسعدني ان انا يجي لي طفل صعوبات تعلم او بيتعالج من تخاطب، والنتيجه كانت بعد شهر شهرين. شهرين؟ شهرين. ما شاء الله، اللهم بارك. ما شاء الله الطفل يجي لي ما كانش بيتكلم. لا معروف ان بياخد وقت اكتر من كده شويه. الطفل اول ما بستلمه بالحب وبالحنيه بتكلم معاه. اولياء امور كتير انا كلمتهم، بلاش التلفزيون. تمام. بلاش الطفل يقعد طول الوقت قدام التلفزيون، اهم حاجه تحاكي الطفل، تقعد تتكلم معاه، احكي له حدوته، قبل ما ينام اتكلم معاه احكي له حدوته، لو انت مثلا في مشكله عندك ولا حاجه اتكلم معاه، هو مش هيفهمك بس اتكلم معاه. ده يعني هيغير كتير. الحضانه عند حضرتك بتقدمي قصص للاطفال؟ جميل جدا. بالطريقه التقليديه ولا بالطرق الحديثه؟ التقليديه بتاعت زمان. بتاعت زمان، ان احنا افتقدنا دلوقتي اللمه الحلوه. جميل. بتاعت زمان. لسه كنت هسألك، حكاوي أماني حكاوي زمان، إيه من أيام زمان لازم في كل حلقة نتكلم في الموضوع ده، حاجة من أيام زمان مش موجودة النهاردة، عايزين نشجع كل الأمهات إنها تكون موجودة النهاردة، اللمة الحلوة. اللمة الحلوة، نفسي الأم والأب يقعدوا مع أطفالهم، يسيبهم بلاش التليفون وبلاش التلفزيون، الحاجات دي كلها بتأثر على الطفل. جميل. ونرجع بعد كده نقول الطفل ما بيتكلمش، وصل لأربع سنين وخمس سنين ما بيتكلمش. ده حقيقي. السبب إن ما فيش أب وأم بيقعدوا معاه، ما بيتكلموش معاه. ولو لو جينا بحثنا عن مشكلة أي طفل بعد ما بنقعد نسمعه بنكتشف إن النتيجة سببها مشاكل أو ضغوط موجودة في البيت من الأب أو من الأم أو من العيلة. بمجرد ما أسمع ابني أكيد هحط إيدي على المشكلة وهعالجها. طيب أنا شايفة عدادات جميلة معايا، فكرة لوسي ماس ولا إحنا مجهزين فكرة إيه دلوقتي؟ لوسي ماس. لوسي ماس؟ مين من أصحابي هيقدم لوسي ماس؟ أحمد. مين؟ أحمد. نسمع مس رشا. فين أحمد؟ يلا احمد ياخد العداد بتاعه. احمد ياخد العداد. مين تاني؟ احمد اللي هيشتغل معانا بالعداد. تمام. طيب اشتغل. عايزه اسالك، الحضانات اللي حواليكي بتشتغل يوسي ماس؟ طيب يعني انا واحده من الناس مش شغاله يوسي ماس في الحضانه عندي، ممكن اعرف برضو من حضرتك ايه فايدته للطفل؟ فايدته ان هو بيحسب عمليات حسابيه في وقت قصير جدا. جميل. ممكن يعني 10 ارقام 12 رقم 15 رقم يحسبهم. جميل. يعني الطفل معانا النهارده دلوقتي حضرتك تقولي له عمليه حسابيه ويعملها معانا. دخل طيب. الماينس في البلس. البطل مين اللي هياخد المايك؟ احمد اتفضل امسك المايك. يلا احمد المايك يا حبيبي. المايك يا احمد. خد المايك. يلا العداد. ندي المايك لصديقته اللي جنبه. مين؟ ها يمسك المايك. ها عشان هو يشتغل بايده الاثنين. عادي شطوره. يلا يا احمد. 2 بلس 2 بلس 5 ماينس 4 ايكوال 5. برافو عليك. ممكن تسألها تاني؟ 2 يلا يا شاطر. بلس 1 بلس 5 ماينس 5
اقبل قولي تاني يا مستشفى. يلا تاني. تو اسمع تاني من من التيشر بتاعتك. تو بلس 1 بلس 1 بلس 5 ماينس 5 اقبل 4. شاطر، برافو عليك. انا شفت ان اليوتي ماس موجود في اماكن كتير جدا، بس فعلا انا كنت واحده من الناس اللي مش عارفه هل هو مفيد قوي للطفل، خاصه ان المدارس حواليا مش بتطبقه قوي. طيب احنا معانا فيديو في الحضانه عند مس رشا، نشوفه ونرجع لكم تاني ان شاء الله. الرحمن بيكم بعد الفاصل. وعايزه اقول ان في الحضانه احنا مش بنقرا وبنكتب بس، احنا ممكن نعمل انشطه جميله جدا جدا مع الاطفال تثبت معاهم وتعلمهم حاجات كويسه جدا، وحاجات كمان بسيطه ممكن يعملوها بايديهم. انا عرفت من حضرتك ان انت بتقدمي ساينس، عايزه اعرف بتقدميه ازاي. بقدمه، انا بشرحه عملي على الطفل. عملي؟ تمام. جميل، هو الساينس عملي يعني عملي. مع حضرتك نموذج تعرضه لنا. تمام. دي نموذج بنشرح فيه. ده بنشرح فيه جسم الطفل. جميل. جسم الانسان بنشرحه. يعني كنت عايزه توضحي للطفل ايه موجود الاعضاء بتاعته والجسم بتاعه. جميل. تمام. ومعايا ياسين. مجهزين حاجه للساينس؟ مين من اصحابي الحلوين؟ ياسين. فين ياسين؟ فين؟ امسك المايك يا ياسين، يلا قول لنا هتقول لنا ايه في الساينس؟ هيقول سونج اس انجلش. هيقول اغنيه سونج اس انجلش. يلا جاهز؟ جاهز؟ 1 2 3 My body, my body, my body, my body. I have two ears. I have two eyes. I have two ears. I have one nose. I have one mouth. I have two arms. I have two hands. I have 10 fingers. I have two legs. برافو عليك. برافو عليك. يعني انت عندك عينين واثنين واثنين مناخير؟ اثنين؟ واحد بس؟ برافو عليك، شاطر جدا 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 جدا. محضرين لنا حاجه تخص الجانب الاخلاقي. يعني عايزه اقول نفسي كل الحضانات تتك على حته الجانب الاخلاقي. يعني ايه الجانب الاخلاقي؟ عايزه اعلم ولادي اخلاق من وهم في الصغر. حتة ان احترم الاكبر منك، حتة اسمع كلام الاكبر منك، حتة لما يكون حد كبير انت قاعد وحد كبير داخل فلازم تقوم له وتقعده مكانك. بتعلمي ولادك بالطريقة دي في الحضانة؟ طبعا. مستوعبين الامور معاكي؟ مستوعبين جدا، وبقيم سلوكهم على طول. سلوكهم؟ والام ما بتبقاش عارفة مثلا ان طفلها عنده الجانب ده، فبعرفها لها من خلال، لان الحضانة يعتبر هو انا هما كله بيقول عليها بيته التاني، هي بيته الاول. جميل جدا. الحضانه البيت الاول. اصحاب الحلوين اللي بيتفرجوا عليا، احمد خبط الباب ودخل، لا استاذن ولا حتى سال، السلوك ده سلوك مقبول؟ مقبول؟ لا لا. اسمعوني يا اصحاب، لما اكون واقف على الباب اخبط
ثلاث مرات. رد علي اصحاب البيت ارمي سلامي، ده من الاتيكيت. ولو محدش رد علي خدها مني يا صاحبي هديه، ارجع تاني قوام على طول زي ما وصانا الرسول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. صدق رسول الله. انا بحييكي ومبسوطه جدا ان انا لامسه الحته الدينيه موجوده وحته الاخلاق موجوده في حلقتنا النهارده. وعايزه اعرف انتم هتقدموا لنا ايه تاني، مجهزين ايه تاني معانا من الفقرات؟ السيره المحمديه. السيره السيره. طيب مين من اصحابي ممكن، مين هي؟ احنا هنسيب الشجره معروضه معانا، والمايك هيبقى مع مين؟ مع يسري. يسري هيبقى مع مين؟ يسري. اديله يلا المايك. حضرتك بتعلميهم سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. يلا يديله المايك. مس رشا هتسألك وانت هتجاوب. جاهز؟ يلا. اسم سيدنا محمد ايه؟ محمد. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. ابو سيدنا محمد اسمه ايه؟ عبد الله. جد سيدنا محمد اسمه ايه؟ عبد المطلب. ام سيدنا محمد؟ آمنة. آمنة بنت وهب. بنت وهب. سيدنا محمد اتولد فين؟ في مكة. ومات فين؟ في المدينة. في المدينة. طيب أولا ايه المعجزة اللي نزلت على سيدنا محمد؟ القرآن الكريم. طيب انت عارف أولاد الرسول؟ طيب تقولهم لي كده. أولاد الرسول القاسم عبد الله إبراهيم رقية زينب أم كلثوم فاطمة الزهراء. ما شاء الله، اللهم بارك. ربنا يحفظهم ويحفظ حضرتك. مين اللي وقف جنبك؟ طبعا ربنا قبل كل شيء وزوجي. انا عارفه بالرغم من انه هو تعبان جدا الا انه هو اصر انه يكون موجود معانا النهارده. دايما في كل حلقه هاصر على الحته دي، المعلمات اللي بتطلع معايا هي معلمات ناجحه في بعد ربنا سبحانه وتعالى، سند قوي جدا واقف في ظهرهم الا وهو الزوج. لما تكون زوجتك عندها رساله لازم تقف معاها. انا بشكر انا كمان زوج حضرتك وبحييه جدا لان فعلا كان باين عليه التعب الشديد واصر انه يكون موجود معانا النهارده. عايزه اقول لك، هل تحبي ان انت في رحله كفاحك حد ساعدك؟ المعلمات نفسهم اللي معاكي في الحضانه حد فيهم برضو يقف جنبك؟ ليهم دور معاكي في المكان؟ ليهم دور كبير المعلمات. ما هو من غير الحضانه المعلمات اساس، مديره الحضانه اساس. اي ركن من اركانها مش موجود بيبقى. طيب لو يعني لو قلت لحضرتك كلمه توجهيها للام، الام تحب تقولي للامهات الاطفال اللي عندك في الحضانه، عايزه توجهي لهم حاجه يعني اكيد هحب اقولها، لان انا شخصيا الامهات عندي بتبقى يعني ساعات بيدوسوا علينا بحاجات معينه ويطالبونا بحاجات هي عايزه ساحر وعايزه سنين عشان تتعمل، وبيغيبوا الاطفال كتير جدا. وانا متاكده ان انت هتوافقيني في الحته دي، ممكن تغيبوا شهر او اتنين وترجع ترجعهولك تاني، وعايزاه في الشهرين دول يبقى خلاص عبقرين وزمان. اتكلمي في النقطه دي رجاء. اي وليد امر بتجيلي بتبقى عايزه ابنها من اول اسبوع يبقى مكنه اله كاتبه، يبقى عارف كل حاجه. مع ان الطفل احنا بننشئه تربيه قبل التعليم. نفسي كل ام تحرص على التعليم ثم التعليم ثم التعليم. التعليم الصحيح في الصغر كان نقش على الحجر، واحنا بنقول الصحيح. انا عارفه ان المقوله هي التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، ولكن اسمحوا لي انا زودت عليها كلمه الصحيح، علشان في معلمات كتير جدا اكتشفت بالصدفه اثناء شغلي انها بتعلم الاطفال غلط وبتاسس الاطفال غلط وممكن تقول لهم كمان معلومات غلط. عايزه كلمه كمان بس هتقوليها للمعلمات. الضمير. 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 جميل. الضمير. لو انا رعيت ربنا في ابني اللي انا بعلمه يبقى خلاص، اهم حاجه الضمير. يكون عندك ضمير في تقديم الرساله. ربنا يرزقنا جميعا الاخلاص في العمل. اخر سؤال كده عايزه اسال اصحاب الحلوين، كلنا بنحب اصحاب الحلوين. اصحابي اصحابي رنات. كلنا بنحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احمد. كلنا بنحبه. احمد. مين بيحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كلنا. وانا كمان بحب سيدنا محمد، ومسترشا بتحبه، وكل متابعينا بيحبوا سيدنا محمد. اني احب محمدا والله خير شاهدا، يا رب صل على الندى بنان عليه مجددا، صلي وسلم سيدي ما جاء
يبقى ذكر محمدي في قلب كل موحدي ذاق المقام الأحمدي. فبظل نوري أبو الهدى إني أحب محمدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. في آخر كلامنا راح نرمي سلامنا ونودع حبايب طيور أحلى جنة. أشوفكم بخير إن شاء الله الحلقة الجاية في حكاوي أمين. سلام عليكم.